السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، الناس اللي التحقوا بنا جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. في كل حلقة تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، ورحمة لشهداء غزة والنصر الغزاويين وجميع الفلسطينيين على المغتصبين الأعداء الصهاينة الإسرائيليين. الخوت، كنا تأسفنا ملي شفنا أن أطفال صغار ماتوا جراء القصف الإسرائيلي. اليوم نهضر على واحد القصة، ولكن ماشي فلسطين، ماشي في غزة. واحد الوليد عنده ست سنوات مات بعد ما كان غادي هو وماماه وخوتو يلعبوا في الكورنيش ديال أكادير. كاين واحد الكراسة ديال العرار فيهم دي ستاتيو، يعني فحال تماثيل. الوليد مشى كيلعب، طاح عليه واحد الطرف ديال العرار كبير ثقيل، هشم له الراس ديالو، فرقع له راسو. ما جات الاسعاف تهزو السبيطار حتى كان مول الامانات دا امانته. قبل ما نكمل انا غنعطي المجال للاب ديالو اللي هو السي رشيد من الدشيره باش يحكي مقتطفات على هذه القضيه اللي غتكون ان شاء الله موضوع مجموعه من الحلقات، لان كاين فيها واحد العنصر اللي هو مدعى عليه هو السي عزيز اخنوش رئيس الحكومه باعتبار انه رئيس ديال الجامعه ديال اكادير. اذا السي رشيد عنده دعوه او مجموعه دعاوى ضد رئيس الحكومة اللي هو رئيس المجلس الجامعي لمدينة أكادير. نتصنتوا للسي رشيد من الدشيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد غاي، معك رشيد من الدشيرة مجلس أكادير. أنا الأب ديال ذاك الولد اللي توفى الله يرحمه مروان أبو سرحان في كورنيش ديال أكادير في صبيحة يوم الأحد 12/6/2022 إثراء سقوط تمثال خشبي ديال العرعر ديال العود، محطوط تما في الكورنيش، محطوط تما الجامعة. مهم في إطار أخذ الصور تقلب عليه هذاك الكرسي، ما أدى لوفاته فورا حيت طاح عليه على الصدر ديالو أمام مخفر الشرطة. تما أمام مخفر الشرطة الصور غادي يوريك يعني أحد الشرطة. المهم وكان مع أخته وأخوه والوالدة ديالو، وفي نفس الوقت كانوا معهم واحد جارتهم وولادها حتى هي. يعني الولد فاش مات دخلت الأمبولانس هو وبنت الجيران حتى هي، كلا تضربها مع الفصمة. يعني فاش شتها في نهار الوفاة تيبان لي غير فصمة، انا سحبني غير ضربه بسيطه، ولكن من الحيده ديك الفصمه بانت لي حاجه اخرى. المهم هادي ما ذكروهاش. المهم صافي جات هذوك دفنوا الدري، ما بقيتش تحد باش تحد هادشي اللي كاين. المهم باختصار داكشي مشيت جمعت الاوراق بعد انا طولت الاداره تسير هنا زيد هي سير. المهم ما قدرش لان دابا كنفكر في الاحداث اللي تخبلوا لي، يعني الاحداث ما نقدرش. المهم باختصار اش غادي نقول لك؟ واحد الحاجه اللي بقات فيا لانه مسولوني واش بغيتي دير تشريح للدري، قلت لهم لا. الدري انا باقي في الصدمه، واخا فاش مات ما صدقش، قلت عادي، ولكن طلبوا لي التشريح قلت لهم لا، عندي الورقه وكانوا في المحضر ديال البوليس. اللي بقى فيا استاذ هو اني فاش دخلت الامر لقيت الدري يعني مشرح دارو عليه واحد الزيف بيض خنزبنا، كل الدري تيشوف يعني باش نشوفو اخر رؤية قبل ما يحطو فيه. وداك الشيء داروه بسرعه، ما خلاوليش فين نفكر ولا بالزربه والتليفونات باش يسربوا ويدفنوا الدري
وكاين اللي قال لي بلي باش ما تكونش القضيه بحال قضيه ريان، واخا انا المهم بغيت نختصر ما قدرتش. صافي دفعت في الابتدائي، مشيت للاستئناف، عطوني الدوسي، عطوني واحد الجوار ديال جلالة الملك للاستئناف، اديته انا الابتدائي حطيته تما، قال لي كان الجور غادي نجاوبك. صافي ديك المدة سيدي، نقول لك النهار المهم في شهر 7 2022. من بعد تحكم انا ما فراسيش، تقلبت لقيت تحكم في الشهر لفان الشهر 9، يعني الحفظ تحفظ الحفظ لعرضية الحادث، هذا الشيء اللي كاين. المهم انا اللي ألمني بزاف عدم الاهتمام، دوك الناس ما بقيتش شفتهم، ما بقيتش شفت حد، وهذا الشيء دخل المحكمة. ويه في الإداري، هذا سيدي في الإداري راح حكموا لي نهار 1/8/2023، حكموا ب10/8. انا المشكل دابا اللي كتشوف عدم الاهتمام، وانا ماشي قضيه الفلوس، الفلوس انا الفلوس انا ما يسواش عندي، انا ولي الذهب ديال الدنيا. انا يعطيني شي واحد ولده من هذوك اللي حكموا، ياخذ ديك 10% يعطيني ولده، نسميه انا مروان ونربيه، يعمر لي هذاك الفراغ. يعني انا حسيت بواحد الاهمال، تمشي وجر في الإدارات وزيد لهنا المساعدة القضائية. المهم باختصار هذا الشيء اللي وقع سيدي، أنا راه استنفت هذا الأخر ديال إداري، هذا الشيء اللي كاين باختصار. إلا كانت شي حاجة أخرى غادي نعطيها لك أون ديتاي. المعاناة ديالي دابا النفسية، باش ما كطول الوقت، باش ما كتعيش تولي كيتجدد عندك الأمر. حنا أمر يعني راضي من قضاء الله، ولكن هادشي ومرا حتى هي مريضة لحد الآن، ديت على الطبيب. المهم حتى أنا من واحد الوقت ملي وصلت رمضان فاش كليت الدقة، حيت ولفت أنا نصلي تروح مع الدري في الدار، هو اللي كيكون المأمون، وملي حسيت داك الفراغ رمضان تاني من تما صافي كيرجعو عليا المسائل، وصيفط لك الأوراق ديال الطبيب وهادشي اللي كاين. المهم المرأة حتى هي طاح منها، يلا بدات اللي بدات زعما باش تحيد داك الفراغ، قالوا لها العائلة خصك تولدي باش تنسي، باش تنساو فعلا. يلا بدات تحمل مولاها الأعراض ديال الحمل في ديك عشر، المهم تقريبا بين 15 يوم شهر. صافي مرضات والدم، وهذا قالت لها ما خصكيش، ما خصك طاح منها شي حاجة، راه غادي نصيفطو لك التو في التصور. يعني مولود ولا فوسكوش ما عرفتش. المهم قال لي راه ما خصكيش دير الحمل، لان باقي في ازمه نفسيه، باقي في التاثير ديال الصدمه ديال الوفاه ديال الولد، ما خصكش تولي دابا. هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. اعتذر خويا محمد دغاي، فاش قلت لك الديه وهذا، ماشي انا كنقلب على الفلوس، كل شيء تيقول لي راه الدري راه مشى شد بعدا في هذا، وانا قلت لهم انا ما بغيت، عرفتي شحال من واحد يقول لي صافي شدوا داك الشيء بعدا اللي مهم، هذا راه رئيس الحكومه هذا كيخلعوا فيك، انا ما كان مسوق، والدليل انه ما كنتش راضي ندير التشريع، حيت قالوا لي ما درتيش التشريع ما غادي يطيحش داك الشيء في المحكمه. قلت لهم انا ما بغيتش التشريع، حطوا لي ولدي يكون، علاش مالو، راه مات قدام الخلق وكل شيء تيقرا الاخبار هذه بقات فيه، علاش يديروا لي التشريع؟ هذه مرضتني، علاش يديروا ليه التشريح؟ واش هاد الشيء راه واخا ميت، هما كيبان ليهم ميت حيت ماشي كلهم، ولكن انا عرفتي راه كنت بلاصتي تما كان بكيت تما بحال الدري الصغير، حاولي تما حاولي عمر ولدي نصيفطو لك. هذا هو المشكل، ماشي انا كنقلب على الفلوس، ماشي الدري، الله محمد رسول الله، انا مأمن بالقدر، ولكن الكواليس هاد الشيء. شوف راه جاو عندي الناس بعدا من اكادير ديك النهار فاش سقوا الخبر، ملي كيجيو عندي الناس قالوا لي راه شحال من خطره طاح الناس، طاح على واحد المراه هرس ليها يديها من الطوق وقفوا على داك الكرسي. هذا هو المشكل، الاهمال. داك النهار فاش كنت غنمشي عند المحامي حدا الرونو، راه معروف هاد البلاصه في اكادير العماره ياسمين، والله الا علي نطيح في واحد هذيك اللي كيحطوا فيها دوك لي كابل التليفون ولا ما عرفت شنو،
بحال القبر حيدوا لي الحديده، ما حطوش حاجه، شي واحد دابا تيهضر في التليفون ما غادي يطيح فيه، دير بحال القبر كيدير فيه حديده طويله. المهم تيبان لي باقي الاهمال باقي تيكون، وعلى حسب الناس الاخرين قال لك شحال من واحد تيموت، غير هادي ما كاينش تقليح الخبر، غير هادي ديال ولدي بعدا جات في مكان الله يرحمه مسكين ويرحم اموات المسلمين. السلام عليكم. اسمح لي اخويا محمد، راه ما قدرش نسرد لك الوقائع بحيث ملي كندخل في التفكير ديال داك النهار عرفتي شنو وقع لي، تحس بالقوة ديالك تطيح تتشوش صافي، حيت كتبقى في موقع الاحداث، وانا من داك النوع اللي ما تنساش، هو المشكل ديالي ما تنساش الحاجة اللي هي ماشي عادية. هادشي اللي كاين اسيدي. شكرا. ملي كتحس ملي كتشوف بحال هاد الوقائع دابا كتشوف راسك في هاد المهم بلاد السعيدة التي أحبها، التي هي البلاد اللي كبرت فيها، تلقى ما كتسوى فيها والو، المهم كتحس بهك صافي، ما يعني راه ما تقدرش تستمر في العمل ديالك ولا في الحياة ديالك ولا صافي، كتبقى واقف. نتمنى تفهم شنو بغيت نوصل لك، ملي ما كتحش بالامان ولا ما كتحش بالقيمه البلاد ديالك صعيب تستمر. هادشي اللي كاين استاذي. كيف ما سمعتوا تصريح ديال سي رشيد ابو الضحيه، مسكين السيد كيعاني بحال اللي قال لي البارح خلال واحد المكالمه هاتفيه، انه النص ديالو اللي عايش في الدنيا، لان النص ديالي عايش في الاخره والنص ديالي هو اللي كاين على الارض. السيد مأثر اكثر من القياس، خالف واحد الحاله مرضيه، الحمد لله انه راجل مؤمن امن بالقضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى. الام ديال الطفل المتوفى حتى هي كتعاني مسكينه، عنده خوتو، العائله فيها نقص كبير جراء فقدان ديال داك الوليد الصغير اللي كان معمر عليهم الدار. السيد مسكين كيرسل لي التصاورات ديال ولدو كيلعب وكيضحك، وهذا ما الله يحسن عوانه، لان منظر كيألم بزاف، وانا حاس به كما ان عدد كبير منكم غير يحس به، لان اللي عنده وليدات واخا ما يكونش عنده وليدات من عنده عي قلب يحس به وكيعطف به على الناس، غيحاول انه يعيش مع السي رشيد المأساة ديالو، لان بالفعل مأساة. كتضاف على المأساة ملي كتمشي تلجأ للقضاء كتلقى ان حداك واحد المجموعة ديال العقبات، كتلقى ان دي زوبستاكل حداك كثار، لا سيما وان الطرف المدعى عليه انسان وازن، يعني باش نكونوا واضحين رئيس الحكومة وما أدراك ما رئيس الحكومة، قبل ما يكون رئيس الحكومة اللي هو من أغنياء المغرب ورئيس ديال الجامعة ديال أكادير، يعني كلشي خصو الرضا ديالو، كلشي خصو يدير له خاطرو، كلشي يحاول يتدخل باش يعني ما يوصلوش للدعوة، رغم أن الدعوة عادية، دعوة في محكمة إدارية مثلا راها عادية، المسؤولية تقصيرية طبيعة الحال غيتحملها شي واحد بسيط في ديك الجماعة، يعني يمشيو المدير الشاطئ ولا يمشيو شي عساس ولا هذا ويحملوه المسؤولية، في حين أن المسؤول قانونيا على كل ما يقع في تراب الجماعة هو الرئيس ديال الجماعة، أن خصو يكون عندهم واحد ليكيب ديال لونتروتيان ديال المراقبة وديال الإصلاح ديال هاد المعدات اللي كتحط الشاطئ او لا غير الشاطئ، واللي خصها تكون خاضعه لمراقبه مستمره، لان الحديد يمكن ان البولونات يمشيو، هاد الكراسه ديال العرعر اللي الوزن ديالهم ثقيل وعاد مزايدينهم ديك لي ستاتيو ولا ديك التماثيل وداك الزخرفه اللي هي ثقيله في الاساس، خص واحد لونتروتيان، خص المواكبه والاصلاح المستمر، ولكن للاسف هادشي كاين عا في الوراق وكتخرج على إثر ميزانيات وكتضرب، وما كاين لا مراقبة ولا إصلاح ولا إعادة الإصلاح ديال حتى حاجة،
وبالتالي إذا قرروا أنهم يحملوا المسؤولية لرئيس الجماعة، وهذا بطبيعة الحال هذا من قبيل المستحيل، غيدخل عليها شي واحد أو لا غيتحملها شي واحد أو لا غيلصقوها في شي واحد، وغيلقاو بزاف ديال الأكباش الفداء اللي غيتحملوا هذه المسؤولية ويمكن يطحنوا. السيد كيقول لك أن المسؤول المباشر على هذا الشيء واللي هو دعاه هو ذاك الشخص اللي سميتو رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ذاك الشخص اللي كيجمع بين رئاسة الحكومة وكيجمع بين رئاسة المجلس الجماعي ديال مدينة أكادير. إذن غنجي حلقات أخرى إن شاء الله غنوضح فيها الإجراءات والإخلالات والاختلالات والتلاعبات ومحاولة الضغط على السي رشيد والعائلة ديالو باش ما يمشيش بعيد في هذه القضية، ولكن الدور ديالنا حنا هو أننا ننور الرأي العام، وما كاينش شي واحد فوق القانون، وخص كل مسؤول يتحمل مسؤوليته طبقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة. ثانيا هذه المسألة ديال الجمع بين السلطتين داخل مثلا واحد دائرة ترابية وبين مهمة وزارية ما خصوش يبقى. إنسان نجحتي فسميتو في جماعة معينة توليتي مسؤولية وحدة خصك تفرط فيها، وحدة ما خصهاش تبقى. ما يمكنش الإنسان جمع بين جوج وثلاثة ديال المهام في نفس الوقت. خوتي نتمنى لكم السعادة والسلامة، ومرة أخرى تحية فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.